أعرف الموجودين في حضرتك. معنا تمام. البروفيسور بروفيسور ناصر أيوب، متخصص في مجال الاستدامة والإي بي دي، وهو سي إي أو لإي بي دي إيجيبت، وأيضا مدرب معتمد وفي مجال الإل سي إي. طبعا هو ما شاء الله يعني ضليع في الموضوع وخبرة طويلة، أكثر من 25 سنة، وبي اتش دي من جامعة طوكيو، وأيضا محاضر في جامعات مصرية وجامعات سعودية. نتشرف في أكاديمية المستقبل أنه يكون معنا قامة علمية بمثل قامة البروفيسور ناصر، وبإذن الله المحاضرة اليوم يعني حتكون ممتعة جدا، ويبينار مجاني حيكون لجميع المشتركين. حيتكلم الدكتور عن اللايف سايكل اسيسمنت، عن الفرص الوظيفية، وكيف أنت كمهندس متخصص في مجال الاستدامة ممكن يأهلك لا تكون متخصص في مجال ال سي اي، يعني جدوى اقتصادية ومهنية وعلمية في المستقبل، وعليها طلب كبير في منطقة الخليج. طبعا أترك المايك للدكتور ناصر إن شاء الله عشان ننهل من العلم اللي موجود عنده. تفضل دكتور. شكرا شكرا جدا يا باشمهندس اسامه، الف شكر الف شكر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا ان شاء الله الهدف من البرزنتيشن بتاعنا النهارده هو ان احنا هنتكلم عن ايه هو اللايف سايكل اسسمنت، ايه هو الانفايرمنتال برودكت ديكلاريشن. هحكي شويه الاول عن خبرتي في الموضوع ده، ومن أول ما بدأنا أو من أول ما بدأت دراسة الكلام ده في 2004 لغاية ما إحنا شغالين حاليا. يعني قبل ما هبدأ بس أقول لكم على بعض الوظائف اللي أنا شغالها دلوقتي واللي خاصة بـ الـ EPD والـ LCA. وطبعا للأسف معظم الناس اللي شغالة في الـ Life Cycle Assessment يا إما من أجانب يا إما من جنسيات أخرى. للأسف ما عندناش كتير من الخبرات العربية اللي شغالة في الموضوع، رغم إنه الموضوع مهم جدا، وفي الحقيقة في السنتين الأخرانيين بقى مربح جدا. معظم الشركات اللي شغالة في المجال شغالة مثلا في السعودية أو في الإمارات أو في الكويت، كله شغال فرونت أوفيس. بمعنى إن هو أنت عاوز تعمل إي بي دي، فبيروح ياخد منك الإي بي دي ويجيب حد من دول تانية يشتغل الموضوع من الهند خصوصا، وبيشتغلوا. فإحنا للأسف الموضوع يعني إيه، يعني مش حاجة سعيدة إن إحنا كعرب ما يبقاش عندنا حد شغال في الموضوع دوليا. فإحنا الحمد لله من 2019 أنا بدأت عملت التيم بتاعي وشغال في المجال. الأول أنا الـ CEO بتاع EPD Egypt، وهي إحنا شغالين تبع EPD International. EPD International هي مؤسسة سويدية في الأساس، هي مؤسسة سويدية ولكنها جلوبال، يعني ليها مكاتب تقريبا في كل دول العالم، ليها مكاتب في أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، الصين، لاتين أمريكا، يعني في كل دول العالم، وطبعا أفريقيا حديثا عندنا في مصر وفي جنوب أفريقيا. وأنا يعني هم بعد الحمد لله النجاح اللي تم في مصر، يعني احنا في خلال سنة عملنا نشرنا حوالي 15 اي بي دي، مش انا اللي عملتهم ولكن الشركات التانية بدأت تعمل في اي بي دي، فشرفت بان انا بقيت المانجينج دايركتور بتاع اي بي دي مينا. فدول الثلاث حاجات او ثلاث وظائف المرتبطين بموضوع الـ LCA والـ EPD. انا برضو UNFCCC Roster of Expert، ودول الـ Expert بيسموهم Nominated Experts، الناس اللي بتشتغل تبع الـ United Nations اللي هي بتعمل الـ Review على الـ National Communication والـ
لو بيسموها الناشونال ديترمايند كوميونيكيشن ام دي سيز، والبينيال ابديتد ريبورتس اللي هي بتوري التزامات الدول بخصوص موضوع التغيرات المناخيه. انا برضو استاذ الهندسه الصناعيه، استاذ الهندسه الصناعيه والنظم في جامعه حلوان، سيرتيفايد لايف سايكل اسسمنت من الامريكان انستيتيوت فور لايف سايكل اسسمنت، الكوتشير بتاع اللايف سايكل اسسمنت انيشيتيف، ودي انيشيتيف معموله تبع اليونايتد نيشنز، اليو ان انفايرمنتال بروجرام، انشئت تقريبا سنه 2003 ومستمره حتى الان، وانا بشرف ان انا الكوتشير بتاع اللجنه دي. انا برضو في اي بي دي انترناشونال الهيد او التشير بتاع التكنيكال كوميتي بتاعت اي بي دي انترناشونال، خدت الدكتوراه من الماجستير الاول من ايندهوفن يونيفرسيتي في تكنولوجي في هندسه المواد، وبعدين الدكتوراه من طوكيو انستيتوت اوف تكنولوجي في الانفايرمنتال انجينيرنج. يمكن دي الرحله يعني بتاعتي في خلال البدايات من اول الكليه الماسترز في هولندا من 97 ل 99 في تي يو اي، بعدين في الحقيقه في طوكيو انستيتوت اوف تكنولوجي خدت الدكتوراه واشتغلت في مشروعين تبع وزاره التعليم وتبع وزاره البيئه، وبعدين نقلت للمملكه شرفت بان انا اعمل في جامعه جازان، وبعدين سبت المملكه وانتقلت لجامعه قطر. كان مشروع ما بين جامعه قطر، قطر فاونديشن، وجامعه اونتاريو تك او اونتاريو تك زي ما. بعد ما خلصت اشتغلت حوالي سنتين وشويه في قطر، سافرت للولايات المتحده الامريكيه اشتغلت كباحث لايف سايكل اسسمنت برضه في جامعه ميزوري، وبعدين انتقلت للهيئه العامه للبيئه في الكويت كانفايرمنتال كونسلتنت لمده 3 سنوات. فيعني هي رحله طويله. بيشارك كل الرحله دي هو اللايف سايكل اسسمنت. في كل مكان كنت موجود فيه كنت بطبق اللايف سايكل اسسمنت بشكل او باخر، لكن في الحقيقه في الوطن العربي كله، وده يمكن ليه السبب ان مفيش ناس كتير في الوطن العربي شغاله في موضوع اللايف سايكل اسسمنت لعده اسباب. اولا انه ما كانش مطلوب، هو كان موضوع بحثي بامتياز، فكان الناس الباحثين بس هم اللي بيشتغلوا فيه، انما في البيزنس ما كانش موجود الايه الموضوع ده. لما رجعت مصر في 2019 اسست شركه اي بي دي ايجيبت، وبدات من هنا يعني ايه احاول اكون كوادر تشتغل في موضوع اللايف سايكل اسسمنت، سواء كان من التيم عندي او الناس في المجال. فبدات اعرف، بدات اعمل محاضرات خاصة بموضوع اللايف سايكل اسسمنت، تدربت مجموعة من وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، يعني كان حاجات كتير مجانية بحيث ان احنا نبدأ نعرف الناس باللايف سايكل اسسمنت. ده كله ما جابش نتيجة في الحقيقة في السوق، يعني محدش اشترى الموضوع، لغاية ما المهندس أسامة طبعا هو يعني ليد سيرتيفايد او ليد اي بي، اتغيرت الريكويرمنتس بتاعه الليد او الليدرشيب برو انجينيرنج اند انفايرمنتال ديزاين بروجرام، قالوا انه علشان تاخد بوينتس وتبقى مبنى اخضر فانت المفروض ان انت تقدم شهادات للانفايرمنتال برودكت ديكلاريشن. ده كان في سنه 2020، لغاية 2020 بدأت الناس تسأل هو إيه الـ EPD؟ طب بيتعمل إزاي؟ وما زال من 2020 لغاية النهاردة السؤال هو إيه هو الـ EPD؟ وبيتعمل إزاي؟ والتكلفة بتاعته؟ فده اللي إحنا يعني إيه
إن شاء الله هنتكلم عليه سريع النهاردة، يعني سامحوني أنا عندي بس برد، كنت في برضو في مؤتمر المناخ الأسبوع اللي فات ولسه واصل امبارح، وكنا برضو بنتكلم عن الـ APD. كنت حاضر بانل، يمكن آخر بانل حضرتها كانت يوم 8، إن شاء الله بعتها لحضراتكم، يعني المهندس أسامة يبعتها، اللي هي فكرة إيه هو الـ APD داخل البيلدينج. فكان معايا البريزيدنت أوف أشري، يعني بما إن حضراتكم مهندسين فأكيد عارفين أشري اللي هي المؤسسة بتاعت الإير كونديشننج وال الانرجي وغيره. كان معانا ناس من الفورستري اسوسيشن بتاع استراليا، كان معانا ناس من اليو كي جي بي سي المودريتور بتاعنا. يعني استاذن حضراتكم بالنسبه للاسئله نخليها في الاخر علشان انا احاول امشي بسرعه على ال سي اي، لانه يعني انا وجهه نظري انه افضل يعني افضل حاجه في سيشن، يعني انا ما كنتش حتى اعمل في الحقيقه برزنتيشن، بس المهندس اسامه مشكورا يعني قال لي يعني الافضل ان احنا يبقى في حاجه نتناقش حواليها، فهو افضل جزء الجزء بتاع الدسكشن. فاستاذنك باشمهندس اسامه يعني تسجل الناس اللي عملت ريزنج هاند وبالترتيب، وبعدين ناخد الاسئله ان شاء الله في الاخر. ما فيش مشاكل، في قسم الكيو اند اي موجود، اذا حد حاب يكتب اي سؤال يكتب السؤال في القسم تبع الكيو اند اي، وبعدين باذن الله في اخر السيشن بنمشي عليهم كلياتهم. طيب انا هنا عامل حاجه زي ايه، زي جايد كده ازاي اعمل ال سي، مجموعه من الخطوات. يعني هرجع من الاول، اول حاجه أنا مهندس في مصنع أو أنا كونسلتنت أو طالب بدرس LCA وعاوز أشوف يعني إيه EPD. فأول حاجة بعملها لازم أدرس وأفهم البرودكت سيستم بتاعي. يعني إيه برودكت سيستم؟ يعني مكونات أو البروسيس فلو اللي من أول ما المنتج بتاعي يطلع من تحت الأرض لغاية ما يرجع تحت الأرض، اللي هو افهم البرودكت سيستم ايه المدخلات بتاعته، ايه المخرجات بتاعته، ايه الويست اللي موجود فيه، المنتجات بتتنقل ازاي. تمام، فده اول حاجه كده ان انا ادرس المصنع. ويمكن المهندس اسامه برضو انفولفد معانا في دلوقتي، احنا شغالين في بعض الشركات في السعوديه علشان نديفلوب الاي بي دي، ف برضو يعني هو موجود مع حضرتك ممكن تسألوه. ولكن أول خطوة هي فكرة إني أفهم السيستم. بعد ما بفهم السيستم، طيب المنتجات عندنا مختلفة، في منتج كيميائي، في منتج كونستراكشن، في منتج فود، في أكتر من لكل منتج من المنتجات تأثير بيئي مختلف. علشان كده الـ EPD International كمؤسسة قسمت المنتجات دي according لأنواعها، طبقا لحاجة اسمها البرودكت كاتيجوري رول. قسمت، قالت المنتجات البناء، منتجات الطعام، منتجات الزجاج، وهكذا. فاحنا هنا أول حاجة بنفهم السيستم بتاعنا هو المنتج بتاع. أحيانا بيبقى فيه منتج بيستخدم في وظيفتين، زي مثلا البي في سي البولي فينايل كلورايد، ممكن يستخدم في مواد بناء وممكن يستخدم كماده كيميائيه بيتم انتاج منها العلب والحاجات اللي احنا بنستخدمها في الاكل. فلو هو هيروح في اتجاه الاكل ما ينفعش يطبق عليه البرودكت كاتيجوري رولز بتاعه البناء. ليه؟ لانه هو في حالات الاستخدام بتاعته مختلفة عن استخدامه في ان انا اعمل مواسير مثلا في حالة البناء. فهنا لازم افهم المنتج بتاعي دون هيتعامل ازاي، واروح ادور على البرودكت كاتيجوري رول اللي هتبعه عشان اقوم بدراسة اللايف سايكل اسسمنت. يمكن دي سبق الاوانها، هو علشان اصدر تقرير الاي بي دي، فانا مطلوب مني انني اجري دراسة
according للايزو 140 40 140 44 اسمها اللايف سايكل اسسمنت. تعال ناخدها حالا يعني هنناقشها حالا دلوقتي. اللي بيقول لي ازاي اعمل الدراسه دي هو البرودكت كاتيجوري رول اللي احنا بنختاره ده. طبعا يعني انا مش هدخل في ديتيلز لانه الموضوع كبير، بس هو ده الاستراكشر. خلاص ابدا عرفت البرودكت كاتيجوري رول، هبدا اختار الناس. طبعا لو انا كونسلتنت فمن الافضل ان انا ادرب الناس اللي شغاله في المصنع ان هي تبدا تعرف يعني ايه ال سي اي واي بي دي، ويعني وايه المشاكل بتاعه البيانات اللي احنا بنقابلها. طيب انا مهندس في مصنع وعايز اعمل ال سي اي او اي بي دي للمنتج عندي في المصنع، ادرب الزملاء بتوعي في المصنع. لازم الناس اللي موجوده في المصنع والاداره تبقى عارفه كويس انه انا هعمل ال سي اي دي، لانه هو داتا انتنسيف وداتا سنسيتيف كمان. داتا انتنسيف يعني بيطلب بيانات كتير، وانتم كل مدخلات الانتاج بيدخل الترانسبورتيشن، مين هم الكلاينتس اللي انت بتبيع لهم، مين هم السبلايرز بتوعك، بتنقل حاجتك ازاي، ففيري سنسيتيف ديت. ففي الحاله دي لازم الناس تبقى فاهمه الموضوع ده. طيب خلاص حددنا احنا وعرفنا الناس، نبدا. طيب البيانات اللي احنا هنستخدمها، هل البيانات موجوده ولا لا؟ البيانات دي طبعا النقطة التانية دي طبعا في تريننج طويل بنناقشها بشكل يعني يعني مفصل، هناخد يعني مقدمة عنها دلوقتي. البيانات عندي هل هي متاحة؟ بيانات السنة دي متاحة أفضل ولا السنة اللي قبلها؟ احنا بناخد الـ EPD والـ Life Cycle Assessment، بيتم بناء البيانات بتاعتها على بيانات سنة كاملة، سنة إنتاج كامل من 1/1 لغاية 31/12، من 1/7 لغاية 30/6، أو المهم إن إحنا 12 شهر بالإيه؟ بالكام. طيب بعد كده بنبدأ نعمل دراسة الإيه؟ الـ LCE according للـ ISO 140/40 و 140/64. طبعاً الجزء بتاع ان انا اجمع البيانات وده اصعب حاجه في الموضوع، لانك بتجمع بيانات من كل حته في المصنع، بيانات بيئيه، بيانات استهلاك، بيانات لوجيستكس او سبلاي تشين، بيانات بتاعه الطاقه، مدخلات الطاقه، كميات مين السبلايرز وغيره، فبتجمع البيانات دي كلها، فالموضوع فيها هيدك. تمام. بعد كده خلصت الدراسه دي بكتب تقرير اسمه لايف سايكل اسسمنت باك جراوند ريبورت. ليه سموه باك جراوند؟ لانه زي ما قلنا اللايف سايكل اسسمنت كدراسه هي سنسيتيف، بناخد بيانات سنسيتيف، ما ينفعش اطلع تقرير في كل بيانات الانتاج بتاعتي، يعني افتح بطن الشركه زي ما بنقول عندنا في مصر وانشره قدام الناس، ما ينفعش. فاللي بيحصل ان احنا بنعمل الباك جراوند ريبورت دون علشان يراجعوا الفيريفاير المراجع الدولي اللي هو ثيرد بارتي فيريفاير، حد من خارج الشركه ابروفد من اي بي دي انترناشونال، وفي عندنا 110 انا برضو بشرف ان اكون واحد منهم. يعني هو في الحقيقه كل اللجان وكل الامور الخاصه باي بي دي فانا عضو موجود فيها، لاني يعني بسبب الخبرة الطويلة في المجال من 2004 لغاية دلوقتي، فالحمد لله الايه انا موجود في كفيريفاير ككونسلتنت بعمل ال سي اي واي بي دي، كتشير للتكنيكال كوميتي اللي هي بتعمل البي سي ارز او البرودكت كاتيجوري رولز دي، وكهيد لي ودايركتور لاي بي دي مينا علشان نبدا نديفلوب الناس ونديفلوب الماركت بتاع الـ LCU والـ EPD في المنطقة العربية. وآي هوب إن إحنا يعني أي حد من حضراتكم يبدأ في المجال دون، المجال لسه خصب أخضر، نيوم فتحت أبواب رهيبة، الاتحاد الأوروبي دلوقتي في الوقت الحالي بيطلب الكلام ده بشكل كبير جدا، لكن إحنا مشكلتنا في أكتر من حاجة، مشكلتنا في الكوست ودي بنحاول نحلها دلوقتي.
يعني انا اخذت لايسنس بتاعت سوفت وير فري اسمه اوبن ال سي اي، هنبدا ننظم تريننج عليه، بحيث انه لانه احد مشاكلنا كانت السوفت وير كان غالي. يعني انا اول سنه اشتريت سوفت وير اسمه وان كليك ال سي اي ب 11200 يورو، ما عملناش ولا اي بي دي، اشتريناه ورمينا الفلوس. طبعا ما رميناش الفلوس على الارض، هي كانت ريسك يعني، لكن جينا تاني سنه عملنا خمسه، السنه دي احنا بنتكلم في 10 او 15، والنتيجه لانه ما فيش يعني ايه يعني الكوست علينا ما زالت عاليه، فالمنافسه من الهند كبيره جدا. فبناء عليه فاحنا بدانا ننقل على الاوبن ال سي اي دون. هو مشكلته انه بيبقى معقد شويه، ولكن هو فري، فاحنا ما بنحتاجش بس غير الديتابيس. طيب بيجي الفيريفاير بعد ما عملنا اللايف سايكل اسسمنت باك جراوند ريبورت، وخدنا البيانات بتاعته حطيناها جوه تقرير الاي بي دي، ده بقى ما فيش فيه حاجه حساسه، ده نتائج الدراسه بتاعت اللايف سايكل اسسمنت. يعني هو بناخد النتائج بتاعت الدراسه نحطها في تقرير منفصل، بحيث ان هو ده اللي هيطلع للايه للبابليك، بيراجعوا الفيريفاير وبعدين بيدي الابروفال، فيتنشر على طول على الايه على صفحة اي بي دي انترناشنال. بالنسبة للسعودية هيبقى على صفحة اي بي دي مينا، وعلى اي بي دي انترناشنال اللي هو البروجرام بتاعه. ده البروسيس ببساطة، ايه هو اللايف، ايه هو الاي بي دي، وازاي بيتعمل. طب ايه هي اللايف سايكل اسسمنت؟ اللايف سايكل اسسمنت في الحقيقة هي البيست نون كوانتيتيف اناليسيس للانفايرمنتال امباكتس بتاعت البرودكت. ايوه طبعا البرودكت هنا انا البرودكت او سيرفيس، يعني احنا عندنا في اي بي دي انترناشونال عندنا اي بي ديز لعمليه التنظيف، يعني العمليه تنظيف متر مربع من مبنى كوميرشال يستهلك قد ايه في خلال سنه، الكفاءه بتاعت او الكفاءه البيئيه بتاعت تنظيف 1 سكوير متر من الايه المبنى، او بتاعت باص لسه اي بي دي تركيا عامله الانفايرمنتال امباكت بتاعت استخدام الباص يخت، المنتجات العاديه زي الاسمنت وغيره من المنتجات. تمام طبعا عشان نعمل الكلام ده لازم يكون عندي قياسات للانفايرمنتال لود. الانفايرمنتال لودز دي بتختلف من منتج الى منتج، منتج بيطلع سوكس ونوكس، زي مثلا منتجات الألومنيوم بتطلع SF6 مثلا، منتجات النيتروجين بتطلع نوكس، منتجات بتطلع CO2 وهكذا، الويست الهازردز ويست والنان هازردز ويست، كل الكلام ده احنا بنعمل له اسسمنت في دراسة اللايف سايكل اسسمنت. انا يمكن قلت لحضراتكم اللايف سايكل اسسمنت هي طبقا وفقا ليه الايزو 140/40 140/44، دول الاربع ستيجز بتاعت اللايف سايكل اسسمنت. حاجه اسمها الجول والسكوب، وهي اللايف سايكل اسسمنت زمان كان الهدف منها ان احنا نحسن المنتجات. يعني انا ايام ما كنت طالب بعمل الدكتوراه كنت بعمل لايف سايكل اسسمنت لانتاج الكهرباء من بواقي او من عمليات المانجمنت للاشجار في اليابان مثلا. تمام فانا هنا الهدف بتاعي اني احسن البروسيس. في واحد تاني عاوز يقارن منتجين ببعض، في اهداف كتير جدا بنعملها من لايف سايكل اسسمنت، او ان انا اصدر اي بي دي، ده احد الاهداف اللي احنا بنعمل الانفنتوري اناليسز، وده اللي هي قصه تجميع البيانات بقى، ايه البيانات اللي داخله في السيستم بتاعي بقى، ايه المدخلات الانتاج، ايه الاميشنز اللي طالعه، ايه الديزل المستخدم، ايه الانرجي سورسز او الانرجي كاريرز اللي داخله في عمليه الايه الانتاج، كل ده كوانتيتيف في مده سنه. طبعا بنحتاج الاي ار بي سيستم، لو الشركه عندها اي ار بي سيستم بنحتاج الداتا، بنطلع البيانات من الاي ار بي سيستم ده، ولازم تكون بروفد، كل رقم لازم يكون له فاتوره او له تقرير او له ثيرد بارتي فيريفيكيشن عشان نقدر نحسب البيانات. ده الانفنتوري، ده هو ده اصعب حاجه في اللايف سايكل اسسمنت، وده الفيز يمكن اللي انا شغال فيه في الوقت الحالي مع المهندس اسامه والشركه في الايه
في السعودية، هي فكرة إنه لازم الفكرة الشركة عادة ما بتبقاش فاهمة الموضوع، فبيبقى من الصعب إن هي تديك البيانات بالشكل المظبوط، فأنت بتاخد دورات طويلة جدا من هات وخد لغاية ما توصل للبيانات اللي مطلوبة. بعد كده الامباكت اسيسمنت والانتربريتيشن، دول دلوقتي طبعا التولز او اللايف سايكل اسيسمنت تولز هم اللي يعني بنستخدمهم في ان احنا نعمل عمليات الحسابات. زي ما احنا شايفين كده، هو في الجنب ده بيقول دي الحاجات اللي بتتم او الهدف من اجراء ال LCA، عشان نعمل برودكت ديفلوبمنت، نعمل استراتيجيك بلاننج، نساعد في البابليك بوليسي ميكينج. يعني احنا في الوقت الحالي انا انفولفد في مناقشات مع الحكومه المصريه، اليو اس ايد، السي ال دي بي او الكوميرشال لو ديبارتمنت بروجرام بتاع الولايات المتحده، الجي اي زد، في ان احنا الاي بي دي يدخل يبقى احد المتطلبات علشان الجرين بابليك بروكيورمنت. يعني لو انت عاوز تبيع للحكومة لازم تقدم الاي بي دي. نفس المستوى ده من الديسكشن تم ايام لما الاسبوع اللي فات في الامارات مع بعض المسؤولين. فالفكرة انه الاي بي دي جاي بشكل طبعا كبير جدا. الحاجة التانية الاتحاد الاوروبي طبعا، ولما تيجي تصدر انت عاوز يبقى عندك الاي بي دي، علشان هو ده الحاجة الوحيدة اللي في الوقت الحالي معترف بيها. فدي الاربع خطوات بتاعت اللايف سايكل اسيسمنت. هنا دي يمكن بتوصف ايه الانواع البيانات اللي احنا بنحتاجها، الرو ماتيريالز، الاميشنز اللي بتطلع عندي، سي او 2، سوكس ونوكس. بعد كده بنحولها لانفايرومنتال امباكتس. دي دلوقتي زي ما قلنا السوفت وير تولز بتساعدنا جدا في ان احنا زمان كنا بنعمل الكلام ده كله يدوي، دلوقتي لا، السوفت وير عد. طالما جمعت البيانات من الشركه انت كده ايه خلصت تقريبا 60 70% من الشغل. يعني ده الايه ده المهم، ان انت تعرف ازاي تجمع البيانات من الشركه. ده طبعا انا قلت ايزو 140 44، ده اللي هو يمكن ديتيلد شويه. ده الايزو 140 40 هو نفس الاربعه ستيبس، بس هو شويه هاي ليفل شويه، ما بيتكلمش ازاي تطبق كل حاجه لوحدها. طيب ايه البيانات اللي احنا بنحتاجها في ال LCE؟ بنحتاج انرجي سورسز، بنحتاج لو انا بطلع حاجه من تحت الارض الاورز الووتر، اللاند يوز، لو انا يعني مثلا مصنع بيعمل مصنع خشب، انت وجيت عمل انت قطعت فورست عشان تعمل الخشب دول، فاللاند يوز هنا بيتأثر. الاورجانيك ريسورسز، هل في عندك اورجانيك ريسورسز ولا الميه، النور، كل الحاجات، كل مدخلات الانتاج دي لازم احنا نشتغل عليها. بعد كده بنشتغل ايه هي الاوتبوت، ايه هي الاوتبوتس بقى، سوري، ايه هي الاوتبوتس؟ الاوتس عندك الويست، عندك بتتقسم للهازاردز ويست والنون هازاردز ويست، emissions to air، emissions to water. طيب دايما لما حد بيشوف كده بيتخض، انا كده يعني انا هعرف الكلام ده ازاي؟ احنا كل نوع من البرودكت كاتيجوري رولز له مجموعه من الانفيرمنتال امباكتس اللي انت المفروض تحسبها، ومن دي بنحدد ايه هي الايه الاميشنز اللي احنا هنجمعها من الايه من الشركه، ايه هي انواع الاميشنز اللي احنا هنجمعها، ايه انواع الويست اللي اللي هتطلع. تمام، فده يعني ايه بيحتاج جهد شويه. فهو ال LCA محتاج برضو، دي يمكن احد اسباب للاسف برضو تاني احد اسباب عدم الشغل المهندسين العرب عموما في الموضوع ده، هو الاستسهال للاسف. يعني انا يعني معظم الناس اللي شغاله في الموضوع هو عاوز الحاجات اللي واحد زائد واحد يساوي اتنين. للاسف LCA لا، هو فيها جزء بحثي، فيها جزء قرايه. يعني انا مثلا علشان ابدا اعمل دراسه LCA
في مصنع، يعني أنا عملت أسمنت، عملت ألومنيوم بروفايل، عملت حديد، عملت طوب وغيره. كل واحدة من دول لازم أروح الأول أذاكر هو طريقة الدراسة دي. لو حضراتكم تفتكروا أول خطوة اللي هي study your product system، فبروح أذاكر إيه اللايف سايكل أسسمنت اللي اتعملت في دي، وإيه البيانات اللي مطلوبة هنا علشان أبدأ أنفذ الكلام ده على العميل اللي أنا هشتغل معاه. ليه؟ لأنه في عندنا حاجة اسمها subject matter expert، وده اللي بيبقى موجود جوه المصانع، واحنا كـ LCA expert المفروض بنتعاون مع بعض. لكن للأسف في الوضع الحالي، نظرا لأنه في immaturity في السوق، فاللي بيحصل إنه الموظف اللي تحت بيبقى خايف، فبيطلع بيانات، أحيانا بيطلع بيانات مش مظبوطة، فأنت بتبقى محتاج إن أنت تتشيك عليه. هتشيك عليه بإن أنت تدرس الإيه البرودكت بتاعك كويس، وتحدد الاستاديز اللي اتعملت قبل كده علشان ايه، علشان ما يطلعش اي بي دي. احنا كلايف سايكل اسسمنت اكسبرت ما عنديش لايابيليتي على البيانات، يعني لو البيانات طلعت كلها مضروبة انا ما عنديش مشكلة، لانه الديتا اللايابيليتي بتاعتها بتقع على صاحب الاي بي دي، الشركة المنتجة. ولكن ما ينفعش لو احنا اشتغلنا بالكونسبت ده في السوق بتاعنا، هيبقى الموضوع صعب، لانه في ناس ما بت يعني الناس مش فاهمه، ففاكرك من وزاره البيئه فبيطلع لك يلعب في بيانات الاميشنز مثلا. يعني احد الحاجات الفجه جدا، يعني احد يعني حد في احد مصانع الاسمنت كان بيقول انا ما عنديش كالسينيشن. كالسينيشن ده يعني بروسيس اساسي في صناعه الاسمنت اللي بيطلع السي او 2. يعني الطن الاسمنت في عمليه الكالسينيشن بتطلع حوالي 450 ل 550 كيلو جرام سي او 2 ايميشنز. لما واحد يقول انا ما عنديش، ده معناه انه ايه، انت لو انت ككونسلتنت طلعت الدراسه هتبقى يعني شكلك وحش، فانت محتاجين نقرا كويس. فيعني انا طبعا ما بحاولش اخوف، بس الموضوع فعلا فعلا مربح، وعشان كده الكوست بتاعته عالية. انت لازم تتعب عشان تقدر تطلع الايه، علشان تطلع دراسة قوية. تمام، دي بعض البنفيتس يعني ليه انا بعمل ال سي. انا اتكلمت عليها اللي هي حتة ان انا اصمم منتج، او ان انا اعمل انفستمنت، او ان انا اصدر الايه الاي بي دي. دي الخطوات، وشرح بسيط لايه الحاجات اللي موجوده فيها. يعني الجول والسكوب، عندنا حاجه اسمها الفانكشنال يونت، اللي هي انا بنسب لي انا مصنع ابواب، فالفانكشنال يونت بتاعتي بتبقى الباب. انا مصنع اسمنت يبقى طن الاسمنت، انا مصنع حديد يبقى طن الحديد، وهكذا. فدي الفانكشن اللي احنا بنحسب عليه. الانفنتوري اللي هي البيانات اللي احنا بنجمعها، سواء كانت الاميشنز للجو، اميشن للميه او للسويل، كميه المنتجات اللي داخله في عمليه الانتاج، ازاي نعد ان بننقل المواد، ازاي بنصدر لو بره البلد، فانا بجيب المسافة النقل من المصنع اللي أنتجت فيه في أوروبا مثلا لغاية الميناء اللي اتشحنت فيه في أوروبا، لغاية الميناء اللي في ميناء جدة مثلا، لغاية النقل التاني لغاية المصنع بتاعك. السبلاي تشين دي كلها لازم احنا بنحسب. فاحنا كده خلصنا، بنعتبر خلصنا الجزء الاولاني اللي هو حددنا ال LCA وجمعنا البيانات وعملنا لايف سايكل اسسمنت اللي هي الايه الجزء ده، وانا علشان نطلع الايه الاي بي دي. طيب عشان اعمل ال سي اي، انا قلت يمكن لحضراتكم لازم بتبع البرودكت كاتيجوري رول. البرودكت كاتيجوري رول اللي مشهور فيهم واللي مطلوب دلوقتي في كل حاجه، سواء كان في المملكه، في الامارات، في مصر، في كل الدول المينا ريجن، هو الكونستراكشن ماتيريالز. ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم، إحنا عندنا في مصر العاصمة الإدارية المباني بتاعتها عايزة تاخد ليد
certification، فلازم تقدم EPDs للمنتجين. الجي ساس بتاع قطر، احنا يمكن EPD International اليوم يوم 6/12 مضينا MOU مع جورد في قطر، لانهم عايزين يبداوا هم طبعا حاطينه تبع الجي ساس اللي هو البرنامج بتاع المباني الخضراء بتاعهم، ويعملوا ايكو ليبل للاي بي دي من جورد في قطر. الامارات نفس الموضوع، المباني الخضراء فيها كتير ومطلوب الاي بي ديز. السعوديه طبعا عندنا نيوم وعندنا التصدير، الكويت التصدير. يعني عايز اقول بس حضراتكم على حاجه، شركه سانجوبان بتعمل اي بي ديز لكل المنتجات بتاعتها. انا كنت مدعو في برضه في الكوب اللي فات دون، وكانوا بيتكلموا ان هم عاملين دراسات اللايف سايكل اسسمنت لكل المنتجات داخل شركه سانجو. فده المستقبل بتاع الموضوع الاي بي دي والال سي. وما زال للاسف المهندسين العرب ما زالوا لسه بعاد جدا عن التطبيق الكلام ده. احنا دورنا في اي بي دي مينا ان احنا ننشر الموضوع ده. طبعا ككباسيتي مش كبيره، فطبعا لازم يبقى في كوست عشان تغطي الكلام ده. يعني انا يعني نظمنا اكتر من تريننج فور فري، وللاسف في بعض الناس ما حضرتش اصلا، يعني فور فري دي كانت حاجه غريبه. فاحنا طبعا ما نقدرش نعمل الكلام ده، انا بتكلم الكلام ده في 2020 2021، لكن حاليا يعني مضطرين ان احنا يعني نشتغل عليه ات كوست. طيب عملت ال LCA زي ما قلنا، ال BCR داون او البرودكت كاتيجوري رول هو الكوك بوك بتاع اللايف سايكل اسسمنت، بيقول لك انت تعمل لايف سايكل اسسمنت ازاي، فلازم نقراه. بناء على ال BCR بنطلع احنا الايه ال EPD، وده في الوقت الحالي زي ما قلنا الكونستراكشن بيطلع اكوردنج للايزو 14025 والاي ان 15804. دي حاجة مهمة يمكن أقولها، بيجي حد من الشركات يقول يا جماعة أنا عاوز أخد الليد. لا، هو أنت الماتيريال ما بتاخدش الليد، الماتيريال بتاخد الـ EPD علشان ياخدها هو ويروح يقدمها للشركة أو الاستشاري بتاع الليد يشتغل عليه. بعد كده انا قربت اخلص يا باشمهندس، ده شرح له مش هنتطرق يعني له. ده شكل الباك جراوند ريبورت، تمام، اللي احنا بنعمله ده باك جراوند ريبورت انا كنت عامله لشركه اسمنت السويس في مصر. هنا بيبقى معلومات عن الشركه، مين اللي عمل الاي بي دي، ومين هو الفيريفاير اللي قام بعملية الانترناشنال فيريفاير اللي قام بعملية الفيريفيكيشن. فده دي الكونتنت بتاعت اللي هما الأربع حاجات، الأربع خطوات: سكوب، اللايف سايكل انفنتوري، لايف سايكل اناليسيز، وبعد كده اللايف سايكل انتربريتيشن. هو نفس الكلام اللي احنا بنشرحه وبنقوله بنكتبه هنا في التقرير. طبعا ما نقدرش نشير الكلام ده. يعني الاي بي دي بقى ايه هو الاي بي دي؟ ده الاي بي دي هو بيسموه تايب 3 ديكلاريشن. تايب 3 يعني هو ده اعلى نوع من انواع الديكلاريشنز للماتيريالز. اللي عندنا تايب 1، وده اللي هو زي مثلا الجرين، لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي هي الجرين ستارز مثلا في الاتحاد الاوروبي مثلا، ده بيسموه تايب 1. ليه؟ لانهم عندهم مجموعه من الريكويرمنتس لو حققها خلاص بياخد الجرين. لكن الاي بي دي مستو انه بيبقى مبني على دراسه مش مبني على ريكويرمنتس، فعشان كده هو اقوى الايه الاي بي ديز. هتلاقوني هنا كاتب 21930. الفتره الاولانيه كان امريكا ما كانتش انفولفد في موضوع الاي بي دي. ريسنتلي برضو بدات امريكا تطلب الاي بي دي، وخصوصا في كاليفورنيا وتكساس مطلوب عندهم الاي بي دي بشكل كبير. يعني الاي بي دي ده شكله، ده الهدف
يعني الهدف منه ان احنا يبقى زي انا زي النيوتريشن فاكس، لو انا عاوز اعمل دايت ابقى عارف قد ايه كالوريز موجوده عندي 230 ولا ايا كان. انا عاوز اشتغل كدوله مثلا زي مصر او زي السعوديه، الميه عندي مهمه جدا، فاستخدم الحاجه اللي الووتر كونسومشن بتاعها قليل. فانا هنا ده بيبقى ده المستقبل، هيبقى شكله كده الانفايرمنتال فاكتس، كميه الانرجي كونسومشن قد ايه، الريسورسز اللي داخله في عمليه التصنيع قد ايه، كميه الووتر اللي داخله قد ايه. ويمكن ده من ضمن الحاجات اللي احنا ناقشناها على البانل بتاعت يوم 8 في الكوب، ودي كانت في البلو زون، يعني دي كانت يو ان اف تريبل سي بانل عن الموضوع ده. فكان الكلام بتاع المودريتور وبتاعنا كله على انه احنا بنتكلم مش بس على الكلايمت تشينج كجلوبال وورمنج بوتنشال وسي او 2، ولكن بنتكلم على الووتر كونسامشن وبنتكلم على الانرجي كونسامشن. طبعا زي ما قلت بيستخدم مع الليد البريام الدي جي ام بي وغيره من المنتجات دي، حاجه اسمها الكلايمت ديكلاريشن، شهاده كده بتطلع من الاي بي دي انترناشونال بتقول لك الجلوبال وورمنج بوتنشال بتاع المنتج بتاعك كام. ايه ده يعني بعض الحاجات اللي بتبقى موجوده جوه الاي بي دي، بيبقى في البروجرام انفورميشن مين بتنشر الاي بي دي بتاعك ده فين طبعا، وده في ديبيت كتير في بروجرام اوبريتورز كتيره موجوده في السوق سكام، بيطلع تقدر تطلع اي بي دي وبعدين في الاخر لا يقبل الا في مكان او اتنين، وبعدين تيجي تقدمه في حته تانيه يقول لك لا ما ينفعش. فانت المفروض ان انت لما تيجي تنشر الاي بي دي بتاعك تنشره في بروجرام اوبريتور محترم، مثلا طبعا يعني اي بي دي انترناشونال هو اول وهو الفاوندر بتاع الاي بي ديز، فهو طبعا يعني اعلى بروجرام اوبريتور موجود في العالم كله. علشان كده يمكن انا اخترته، لان احنا يعني في الوطن العربي للاسف احنا دايما عاوزين الحاجه السهله، لكن الحاجات السهله ما بتدومش دايما. فاحنا دي انفورميشن عن البروجرام، انفورميشن عن الشركه وغيره من هل عمليه الفيريفيكيشن زي ما قلنا، هل عندي انترنال فيريفيكيشن، عندي اكسترنال فيريفيكيشن، بيانات عن الشركه، بيانات عن المنتج نفسه، البرودكت نفسه، الابليكيشن بيستخدم، المنتج ده بيستخدم في ايه، الانفورميشن بقى بتاعت ال سي اي بقى بتاعتنا، التكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعت المنتج. مش عايز يعني اطول هنا، احنا كده يعني نعتبر احنا خلصنا، ولكن دي بعض الانفورميشن اللي بتبقى موجوده، دي زي سكرين شوتس من ال سي اي. لازم نرسم البروسيس زي ما احنا شايفين كده، حضرتك شايفين البروسيس بالتفصيل، البروسيس مش بالتفصيل بالتفصيل في ال سي اي، ولكن هنا لازم نبقى الايه اللي داخل في حدود الحسابات، وعلى اليمين ده الجدول ده الاكوردنج للاي ان 15804 مقسم دوره حياه المنتج ل A1 to A5 وبعدين B1 to B7 وبعدين C1 to C4 وبعدين LD. A1 اللي هو استخراج الماتيريال من تحت الأرض، A2 ترانسبورتيشن، A3 اللي هو داخل المصنع أو عملية التصنيع، بعد كده النقل للسوق ده A4، وبعدين عملية الانستليشن لو هو حاجة بتحتاج كهرباء بتحتاج شغل، فده برضو بنعمل انستوليشن الاستخدام، يعني لو هو تكييف مثلا فهنا بيحتاج صيانه، بيحتاج ايه من دول بندخله برضو، وبعدين بعد كده الاند اوف لايف بتاعه. ده اكوردنج للايزو او الايزو الاي ان 15804 والايزو 14025، ودي الانفايرمنتال امباكتس اللي احنا بنقيسها زي ما قلنا، طبعا مش هندخل فيها بالتفصيل، ولكن ده شكل الايه الداتا اللي احنا بنشيرها في الاي بي دي. هتلاحظوا حضراتكم انه داخل الداتا اللي موجوده هنا مفيش بيانات سنسيتيف، هي كلها نواتج
لعمليات الايه الحسابات. شكرا جزيلا لحضراتكم، معلش طولت عليكم، ولكن يعني حبيت ادي الصوره كامله لحضرتك. اتفضل يا باشمهندس حسين. الله يعطيك العافية، ما شاء الله شرح رائع جدا من حضرتك، ونترك المجال للشباب والأخوة اللي موجودين إذا حد عنده استفسار. بس أنا راح أبدأ مع البشمهندس يحيى، سأل What tools are used to calculate LCA؟ أتوقع يعني تم ذكره، بس ممكن تعيد هو شرحه يا دكتور. احنا عندنا بالنسبه للال سي اي عندنا اكتر من تول. في مجال البناء مشهور قوي وان كليك ال سي اي، سيما برو، جابي، دول بيد بفلوس، كلهم تقريبا الرينج بتاعهم في حدود من 10,000 ل 12,000 يورو سنويا، ودي احد مشاكلها انها ليها سبسكريبشن سنوي، فانت محتاج كل سنه تجدد. انا بعمل كده لغايه دلوقتي، لكن انا حولت علشان اقدر اقلل الكوست، لان انا كنت شغال لوحدي. لما بدا الطلب يزيد على الاي بي ديز، فدلوقتي الحمد لله انا عندي تيم اوف 6 شغال معايا، وفي انديفيديوال تيمز تانية شغاله في على حاجات تانية. ف يعني ايه، احنا بننقل دلوقتي من البيد سوفت وير للانبيد سوفت وير اللي هو اوبن ال سي اي، تمام؟ يبقى احنا بنتكلم وان كليك ال سي اي، ده كونستراكشن بس، ما بيستخدمش في اي حاجه تانية. سيما برو وجابي من ضمن الحاجات الكويسه جدا والمحترمه جدا، التولز اللي انا كنت شغال على سيما برو زمان، بس مشكلتها ان هي الكوست بتاعتها عاليه جدا. طب سؤال فأنا دكتور، اتفضل. المجانية ليش بتكون مجانية؟ إيش الفكرة؟ الاوبن هو بيكسب من التريننج، يعني انا عشان ابقى سيرتيفايد ترينر، تمام، دفعت فلوس علشان اسيرتيفاي، ابقى سيرتيفايد ترينر، تمام. هو نفسه شركة جرين دلتا اللي هي قايمة بالاوبن ال سي اي بتعمل تدريب، بتعمل كونسلتيشن، الاستخدام عليها بيبقى فيه بقى طبعا حقوق النشر وحقوق اللي هي بتاعت الادفرتايزمنت والكلام ده، بياخد هو منها فلوس. الحاجة المهمة انه اندرياس اللي صاحب شركة جرين دلتا اللي ماسك الموضوع دون هو استاذ جامعي، فهو حابب ان هو يخليها اوبن سورس، فانت تقدر تشتغل عليها، اي حد يقدر يشتغل. فدي دي جميل جدا. الاربع. طبعا في تولز كتيره جدا بتستخدم، ولكن الاشهر واللي دلوقتي في الوقت الحالي اللي مثلا انا ذكرت، يعني الكونسلتنتس اللي هم بيقدموا سيرفيس بسعر رخيص بيستخدموا اوبن ال سي. ليه؟ لانه زي ما قلت بالنسبه له هي التول فري. التول دي بنستخدم داتابيز، عندها الداتابيز بتشتريها مرة واحدة، وبعدين التجديد السنوي بتاعها 750 يورو بس. فانت كده ما بقى عندك تكلفة سنوية 750 يورو بعد أول سنة. فطبعا الكوست تخيل من 11,000 سبسكريبشن في السنة ل 750 يورو، 750 طبعا نعم. شاسع. الداتابيز تقريبا بحوالي 3,800 يورو اول سنه، اعتقد هي ب 3,800، وبعد كده زي ما قلنا التجديد السنوي. فانت بعد سنه لو اتعلمت اوبن ال سي اي واشتريت اللي هي دي السنه الاولانيه، فانت خلاص ما بقاش عندك تقريبا تكلفه العمل ال سي. جميل جدا. في البشمهندس محمد حسنين سأل عن الديريشن ده، يعني برضو انت تكلمت بس ولكن على عجالة اذا بتقدر، وبس بعد اذن الجميع اللي عنده اي استفسار عشان نفتح المايك للجميع يرفع، يعني ريز هاند، خليني انا افتح له المايك لانه الجميع معمل له ميوت. اوكي، وتفضل بشمهندس، تفضل دكتور. طيب احنا عندنا اكثر من حاجه. الوقت بتاع البيانات انا قلته طبعا هو سنه، انه لازم يكون عندي بيانات سنه كامله، الا في حاله لو انا عندي منتج لسه بينتج جديد، فممكن اخد بيانات 3 شهور، تمام. طيب
انا حاليا شغال مع شركه بتنتج بايو ايثانول، وما اشتغلتش خالص، ما اشتغلتش لسه خالص. فاحنا بس دي ما نقدرش نعمل لها اي بي دي، بنعمل لها لايف سايكل اسسمنت على الديزاين بارامترز، هيدخلوا قد ايه منتجات، هيدخلوا قد ايه، هيجيبوا منين المنتجات بتاعتهم، بنحط الديزاين بارامترز ونطلع النتائج. وبعد ما يتم الانتاج بن ايه بنقارن بين الديزاين بارامترز وبين الايه الحقيقي. ده الايه الوقت بتاع عملية. طيب الدراسة بتاخد قد ايه؟ ده بقى احد الايه المشاكل الأساسية. الدراسة عادة ممكن تاخد شهرين وممكن تاخد سنتين. الفرق بين ده وده ايه؟ البيانات. هل الشركة جاهزة ان هي تشير البيانات؟ هل الشركة بتشير البيانات بشكل صحيح؟ هل الشركة بتلعب في البيانات وانت هتقعد تروح معاهم؟ يعني انا عايز اقول لها انا مثلا احنا دلوقتي تقريبا وصلنا لحوالي 25 اي بي دي في خلال السنتين اللي فاتوا. في ال 25 اي بي دي تراوحت المدة ما بين من 6 شهور الى 18 شهر. ليه؟ لانه احد الناس اللي قعدت 12 شهر كان بيلعب في البيانات، لانه هو شركه وعاوز ايه، عاوز يطلع نفسه كويس. المشكله انه ما بيعرفش يلعب في البيانات، لان احنا بنقيس على الايه، عندنا حاجه اسمها ماس بالانس، بنعمل ماس بالانس على الانفايرمنتال ايميشنز وعلى الماتيريالز اللي داخله والانرجي اللي داخله، فهو بيقعد يلعب في البيانات، فبنقعد يروح ونيجي. دي مشكله. طيب تطلب من الشركه بيانات يقعد شهر لغايه ما يرد عليك. فلو الشركه سيريس، لو الشركه فعلا عاوزه تشتغل اي بي دي وال سي اي، وده برضو احد المشاكل بتاع ارتفاع السعر. انا ارتفاع السعر مع التول، انا بحمل عليه التول، انا باجي اول سنه زي ما قلت لك ولا اي بي دي، ثاني سنه اي بي دي واحد، ثالث سنه عملنا 10، تمام، رابع سنه دلوقتي تقريبا في عندنا 13 اي بي دي في تحت الشغل، انت واخد بالك؟ فأول سنة بس أنا خسرت السنتين الأولانيين 20,000 على اي بي دي واحد. فهي الفكرة كده، أنت بتشتغل مع مين؟ وأنا دايما يمكن المهندس أسامة طبعا حضر معانا الكلام ده، إني بأكد يا جماعة ما تحاولش إيه تتويك البيانات، لأنه في الآخر لما بنشتغل وبنعمل ماس بالانس البيانات بتبقى، فبيجي في الآخر هات وخد هات وخد، دي اللي بتطول المدة. لكن لو انا هشتغل ستريت فورورد فانا هقول من شهرين لسنتين. جميل جدا، اجابه يعني تقريبا الوقت يتراوح يعني على حسب، خلينا نحكي تعاون العميل. نعم، على تعاون العميل. على تعاون العميل. أنا راح أشوف أسئلة الشباب، أول شيء نبدأ مع محمد حسنين وبعدين المهندس جاد، بس قبل ما نبدأ معهم حسألك سؤال وتجاوبني السؤال بعد ما نجاوب أسئلة الشباب، اللي هو استفسار بخصوص الكورس اللي حيتم إعطائه، إيش حيشمل، إيش هي الأمور، والطالب أو المهندس اللي حيحصل على الكورس بيجهزه أو بيكون قادر على شو. بس قبل ما نبدأ عشان ما نأخر الشباب، نبدأ مع البشمهندس محمد حسنين سؤاله، بعدين المهندس جاد، بعدين المهندس أحمد. مهندس محمد المايك معك، تقدر تفتحه لو حبيت. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور ناصر، وأنا أحب أشكر حضرتك على المحاضرة القيمة، وحضرتك جاوبت على السؤال بما فيه الكفاية اللي هو مدة الدراسة. بس هو بس في بوينت بالنسبة لي علشان كلير اب البوينت دي، هل الدراسه احتاج اعملها كذا مره على مدى عمر البرودكت؟ لا، هي الاي بي دي بيتم اصداره مره كل 5 سنوات، مره انتوا عارفين الابريشيشن والكلام ده، ودي برضو احد المشاكل بتاعه التسعير بتاعه الاي بي دي. الاي بي دي انترناشونال، انت بتصدر شهاده او تقرير الاي بي دي لمده 5 سنوات، تمام. في بروجرام اوبريتورز تانية بتعملها 3 سنوات، تمام. فهنا بعد ال5 سنوات لازم تعمل دراسة تانية، تمام. هي شكرا. العفو. بشمهندس جاد،
تفضل. باشمهندس جاد، ممكن المايك معك، يعني تقدر تفتح المايك تشتغل أو تتكلم. طيب مهندس جاد، راح اضطر اشوف البشمهندس احمد. تفضل بشمهندس احمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بشمهندس، تفضل. انا بحضرتك، انا شغال في الكويت على مشروع ليد فور، فعندي فكرة عن موضوع الاي بي دي عشان طبعا مطلوبة. يعني شفت الجنراليك والسبيسيفيك اي بي ديز، بس السؤال حضرتك طبعا هي يعني لما بتشوف ريبورت بيبقى مجهود مبذول جامد جدا، يعني من ناحيه الدوكيومنتس والنيوميريكال فاليوز المطلوبه وكلام. لو انا بقى حبيت ان انا اشارك في ان انا اعمل اي بي دي، حضرتك قلت اول خطوه اللي هي مثلا الكورس هيأهلنا ان احنا يعني نخش في المجال ده، وبعدين يعني ازاي واحد يقدر ان هو يعني يبقى من ضمن مثلا التيم اللي شغالين في عمل اي بي دي او حاجه زي كده. طيب يعني السؤال له اكثر من شق. طبعا يعني انت حضرتك خلفيتك يا باشمهندس سهل. انا مهندس معماري بس شغال في موضوع سستينابيلتي بقالي 5 سنين تقريبا. والله حسنا. اشتغلت على اول مشروع جي ساس في الكويت، كنت انا الجي ساس اسيسور بتاعه في 2017، وحاليا شغال على مشروع اوفيس بيلدينج لبنك هنا، بنك بوبيان اكيد حضرتك عارفه، فهو يعني طالبين ان هو يبقى سيرتيفايد ليد في 4 سيلفر. يبقى في اي بي ديز، بس انتوا بتاخدوا جينيريك يا باشمهندس احمد المفروض. انا جم هو كان مطلوب 20 اي بي دي فروم 5 ديفرنت سبلايرز، فانا جمعت اكتر من اي بي دي، من ضمنهم يعني جينيريكس بس دي ممنوع يعني ايه، او حسب معلمتي يعني حسب ما اعرف ما ينفعش اخد جينيريك اي بي دي لانه ما بيمثلش المنتج اللي انا باخده. يعني زي مثلا ايه، زي ايكو اللي هو الجروب بتاع بلاستيك ايروب. بلاستيك ايوروب عامل الاي بي دي جينيريك بتاع البي في سي والبولي بروبيلين والبولي ايثيلين لاوروبا، بس هو ده متوسط، مش الايه، مش الاي بي دي نفسه اللي هو المنتج اللي انا داخل فيه البيلدينج بتاعي. فبيبقى من المفضل ان انا اخد البرودكت اي بي دي اللي هو على منتج على المنتج نفسه يعني. تمام، ده يعني بس تعليقا يعني على ده. طيب بالنسبة هو تعرف حضرتك سوري تعرف حضرتك الجينيريك بياخد 0.5 بوينت والسبيسيفيك بياخد 1 او 2 بوينتس، فهو يعني انت المفروض انت تجمع، المفروض تجمع 20 نقطه يعني او 20 اي بي دي، فاحنا انا معدي الحمد لله المطلوب، فمن ضمنهم كان في واحد او اثنين جينيريك يعني، بس الاكثريه كانوا سبيسيفيك برودكت سبيسيفيك يعني. ممتاز. طيب انا عايز اقول لك ان معظم الناس اللي شغاله في المجال ده ثلاثه ميكانيكال انجينيرز، انا واحد منهم. انا كنت الاول ميكانيكال او برودكشن انجينيرنج، وبعدين الدكتوراه انفايرمنتال. الناس بتوع الانفايرمنتال انجينيرنج انا يمكن برضو يعني اشرف بانه تلمستي شغاله في شركه اوبن ال سي اي، كانت شغاله معايا في، مش تلمستي في الجامعة، كانت شغالة معايا في هنا في مصر يعني قبل ما تسافر، ما تسافر ألمانيا على Open LCE. فهي Environmental Engineers والـ Architecture Engineers، هم دول الناس اللي شغالين في المجال بتاع الـ Life Cycle Assessment. طيب وسؤالك ممتاز جدا، لأنه في الحقيقة إحنا يمكن في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دربنا تقريبا حوالي ما يزيد عن 75 واحد. كانت المشكلة الأساسية عندهم واحد السوفت وير، أنا مش هقدر أشتري سوفت وير وأبدأ. تمام، فطبعا ده كان أحد الإيه المشاكل بتاعته. الحاجة الثانية إن هو يعني إيه، مفيش حد بيطلب، وهو هيبقى هيتعرف منين؟
فدي برضو احنا حل يعني حلينا الاولى بان احنا بدانا في اتجاه الاوبن ال سي اي، وان احنا ان شاء الله هننظم تريننج خاص بالاوبن ال سي اي اللي هو الانترميديت والبيزك. وبعد كده ده بالنسبه للسوفت وير بحيث ان الكوست تبدا تنزل. الثاني بدأنا نعمل احنا عندنا على اي بي دي ايجيبت، وده هنعمله على اي بي دي مينا برضه، ان احنا بنعمل زي امتحان، مش هقول امتحان شهادة، ولكن انا عايز اعرف ان الناس اللي موجودة عندي على الويب سايت دول عندهم المينيمم نوليدج بتاعة ال سي اي والاي بي دي. فبنعمل امتحان بروفيشنال للناس اللي شغالة، اللي بتطلع يعني للناس اللي شغاله في المجال، اي حد سواء خد الكورس او ما خدش الكورس يدخل الامتحان. عدى الامتحان بنحط اسمه على الويب سايت بتاع اي بي دي ايجيبت حاليا. طبعا اي بي دي منا لسه، احنا لسه يعني هي لانشت في شهر 5 اللي فات. فطبعا الموضوع طبعا لسه بنجهز يعني اللي بنجهز ليها. فده فكنا بنعمل التريننج وبنحط اسمه. اللي كان بيحصل يجي حد يكلمه بالتليفون يقول له انا عاوز تعمل اي بي دي، لان الشركات بتدور عاوز اعمل اي بي دي، فبيروح لاي بي دي ايجيبت يشوف صفحه الكونسلتنتس الموجودين. انا بعتذر، هو التليفون عندي هيفصل فهتكلم من الموبايل، فهقفل يعني لو قفل هتكلم من الموبايلين، سوري من اللابتوب. احنا بنقول انه فبيجي بيروح على الصفحه، يجي حد يكلمه ولا يجي يكلمني، ده في حد كلمني عاوز اعمل اي بي دي. طيب ما تبدا يقول لا، طب انا مش عارف اشتغل ازاي. فبدا برضو حلينا الموضوع ده بحاجه اسمها 1 تو 1 كوتشنج. فانت خلاص خدت الدراسه، خدت التريننج، خدت تريننج على التول، وده مهم ان احنا ما كناش بندي تريننج على التول بتاعه الاوبن ال سي اي. امتحنت، بدات في الدراسه، خلاص يعني انا ازعم ان الكورس اللي احنا بنديه كورس مكثف لدرجه ان انت تقدر تبدا تعمل دراسه ال سي اي الخاصه بيه، تتعوض بالوان تو وان كوتشنج اللي احنا هنعملها مع بالتعاون مع اي بي دي انترناشونال. انت عاوز تاخد، بس هي دي مشكلتها انها هتبقى غاليه. عاوز مثلا عندك دراسه وقفت في حته، فهتيجي للوان تو وان كوتشنج دون تقول والله انا عندي مشكله في الحته الفنيه، الاكسبرت هيبدا يحل معاك المشكله، يساعدك وتكمل دراستك انت. فانا ازعم ان ده هيحل الموضوع. فاحنا الخطوة الأولى ان انت هتبدأ تاخد الامتحان بتاع مش هو مش مش ما اقدرش اقول سيرتيفيكيشن، امتحان تأهيل، لان احنا نحط الاسم على صفحة اي بي دي مين. ده يعني التعريف. التريننج اللي احنا بنديه هيكون ممضي من اي بي دي انترناشنال واي بي دي مينة برضو، انا كدايركتور واي بي دي انترناشنال، السي او بتاع اي بي دي انترناشنال هي بيمضي عليه. لكن في الحقيقة يعني قصة الكورس نفسه، انت بتعرف تعمل LCE ولا لا؟ هو ده اللي ده العامل المهم جدا، اكتر من الشهادات واكتر من اي حاجة. اكيد دكتور، هو هذا الكورس. نعم هو هذا الكورس، بس ما بدي اقاطعك. كورس يعني تأهيلي وتدريبي من شخص يملك الخبرة العملية والتطبيقية. الموضوع طبعا أكيد أغلبنا بيعرف أنه أصبح من المهم في المجال الهندسي التأهيل والتدريب العملي، لأن الشهادات أغلبنا صار معه، خاصة في منطقة الخليج صار موضوع منتشر الحصول على الشهادات. بتلاقي كل واحد على لينكد إن عنده 50 CFA EMA وكل الشهادات، ولكن تعال اسأله في التطبيق عملي ابدا ما بيعرف. بس عشان يعني نقدر مجهودك وتعبك، بس خلينا ناخذ الاسئله على السريع لانه ضايل معنا 10 دقائق وننهي. فانا جدا بعتذر الجاد او
انت عارف اساتذه الجامعه دايما بيتكلموا كتير، فمعلش بقى سمحت. لا لا ما فيش مشاكل، بس انا عشان الناس اللي عندها مشاغل ولا اي شيء ما تطلع من الشات. طيب الدكتوره، انا ما فهمت، وفي واحد اسمه جاد مروان. تفضل. مساء الخير ومساء الخير دكتور. شكرا باشمهندس اسامه، وشكرا لك كثير بروفيسور على البرزنتيشن الرائع. معك دكتوره شيرين القاضي من فلسطين، محاضره بجامعه بيرزيت. اهلا بك، تفضلي. انا سوري دخلت من لابتوب ابني، فعشان هيك يعني دخلت باسمه. احنا زي ما حكيت حضرتك، احنا بنشتغل بموضوع ال LCA اكثر بجانب اكاديمي يعني. فانا من فتره اشتغلت على بيبر بتحكي عن يعني مقارنه ما بين الناتشرال والارتفيشال ستون عندنا هون بفلسطين، من ناحيه ال LCA، وقديش كميه الامباكت على الانفايرمنت، وخاصه في موضوع المي والطاقه. ف يعني انا بشوف عن جد مثل ما حكيت حضرتك كثير هذا الموضوع له يعني مستقبل. عندي بس سؤال صغير، او لانه انا جزء من جرين بيلدينج كونسل عندنا في البلد، فكان عندنا ديبيت على شغله معينه، اللي هي انه لو احنا جينا نجيب برودكت معين من مكان بعيد معاه اي بي دي، ولا ناخذ لوكال ماتيريال، لانه اذا كانت اي بي دي معاها هاي اللايسنس واخذنا ترانسبورتيشن كمسافه كانت كتير كبيره، فما بعرف شو رأيك في الموضوع. طيب احنا هنا you cannot manage what you do not measure. انا عندي الموضوع بسيط، هل في اي بي دي للاثنين ولا لا؟ الاي بي دي كرادل تو جيت او كرادل تو جريف. والله انا هو اللي بيعمل ايه؟ اللي بيقول انا عاوز اي بي دي، لغايه دلوقتي هو ما بياخدش الميشنز او ما بيقيسش ما بيشوفش الميشنز قد ايه، كويس، هو عايز 20 وخلاص. لكن الخطوه اللي جايه ان هو هيبدا يقول هات لي اي بي دي من اللوكال، وهات لي اي بي دي اللي هو جاي من دوله تانية. والله لو اللايف سايكل كاربون فوت برينت بتاعه او جلوبال وورمنج بوتنشال بتاعه اقل من اللوكال، هيبقى هو اقل من اللوكال. يعني سمبل ات ذات. انا عندي بالظبط، تفضل. انا عندي البرودكت بتاعي اعمل له لايف سايكل اسسمنت، والبرودكت اللي جاي من بره اعمل له لايف سايكل اسسمنت واي بي دي. البرودكت اللي من بره انا حسبت كل السبلاي تشين بتاعته، اتنقل ليا ازاي، اتشحن في الشيب ازاي، وصل لغايه المصنع او المكان اللي انا بستخدمه فيه ازاي. المنتج اللوكال هو ما جاش من بره، بس انا بستخدم مازوت مثلا، فالمازوت الاميشنز بتاعته عاليه، انا جايبه من دوله في اوروبا بتستخدم ناتشورال جاز. الفرق دون ما انا بحسبه ده بيبين اهميه الاكتر، بيبين اهميه ان احنا نعمل اي بي دي للاثنين، ونشوف التوتال جلوبال وورمنج بوتنشال بتاع المنتج الاولاني قد ايه، الثاني قد ايه، والاقل هو هيظل هو الاقل حتى لو كان قريب او كان بعيد. بالضبط بالضبط. يعني هي الفكره كانت انه بدهم ياخذوا انه مجرد ما انه هذا البرودكت معه الاي بي دي معناها اوريدي هو احسن من اي. هذه هيك كانت الفكره. لا هذا كان الديبيت، هذا كان الديبيت، وانا حبيت اخذ رايك بالموضوع. الاي بي دي ليس جرين سيرتيفيكت، ده دايما انا بقول في كل حته. يمكن الديبيت ده حصل عندنا في مصر مع الهيئه العامه للمواصفات والجوده، ويعني قعدوا يعني حصلت مشادات كتيره، وبعدين لما الناس قعدنا معاهم قالوا احنا ما كناش يعني الصوره مش واضحه كده. لا هو الاي بي دي هو شهاده ديكلاريشن بتقول كميه الاميشنز قد كذا فقط. بس يعني انا بعمل ان شاء الله قريب هنعمل لايف سايكل، او اعلنا اللايف سايكل اسسمنت نتورك، فيعني اشرف بانه أدعو حضراتكم من دلوقتي. يعني إحنا بنجهز ليها، ويكون عندنا كونفرنس قريب. إحنا يمكن اتدرب معنا ناس من جي بي سي الأردن في وجي بي سي لبنان، جي بي سي يو اي اي، ومصر طبعا في أحد الترينينجز اللي إحنا عملناها. فيعني ده برضو يعني
يعني اتمنى ان حضراتكم تنضموا لده ويبقى زي حركه كده لللايف سايكل اسسمنت في المؤتمر. لو في لينك يا ريت دكتور تزودنا فيه، اكيد متشرف. هاتوا للمهندس اسامه وان شاء الله ان شاء الله تنضمي معنا. انا راح احط اللينك تبع الجروب تليجرام فيسبوك وتيك توك وتويتر، كل الجروبات الخاصه باكاديميه المستقبل، تنضمي معنا ان شاء الله باذن الله. نعم. طيب سؤال بلال. بلال تاخرناك شوي، تحملنا، تفضل يا مهندس بلال اسال سؤالك. مرحبا استاذ، انا في سؤال بدي اسال، هل في ريتنج لللايف سايكل والاي بي دي؟ اوكي، هذا اول سؤال. سؤال ثاني، لا لايف سايكل دقيقه مهندس، هل في ريتنج؟ ايش المقصود يعني؟ هل في ريتنج زي ال درجات يعني فور برودكت، يعني فور اكزامبل ذس برودكت، يعني اي بي دي اعلى، يعني هذا افضل. اوكي نعم اوكي، مفهوم السؤال. اللي بعده، اللي بعده كان حكى انه في لايف سايكل، يعني كان اخر صوره كان عاملها كانت في لايف سايكل، كانت في A1 A2 A3 بعدين المده، فهل كل برودكت او ماتيريال الصوره واضحه يا جماعه؟ واضحه واضحه دكتور. طيب تمام اوكي مهندس. طيب شكرا شكرا مهندس بلال. دكتور مهندس بلال سأل أول سؤال، هل يوجد ريتنج للإي بي دي؟ يعني عشان أوضح لك الموضوع، مثلا زي الإي بي دي أعلى أو ليفلز للإي بي دي، هذا أول سؤال. وثاني سؤال الديوريشن أو السلايد رقم 3 بعد إذنك إذا تفتحه. تمام. سلايد رقم 3، ده لا سوري قبل الاخير، اللي هو انت عارف التقسيمات الخاصه بال بالديوريشن و الكرادل تو جيت و جيت تو كرادل، وايضا من المصنع الى اخر. خلاص انا افتكرت. نعم طيب، بالنسبه للريتنج، لو انا هفهم سؤال حضرتك الريتنج، احنا في عندنا يمكن كنا بنتناقش من شويه قبل السيشن مع المهندس اسامه، انه في بعض البروجرام اوبريتورز بيسهلوا قوي في موضوع البيانات، يعني ما يطلبش ايفيدنس مثلا، بيعمل عمليه الفيريفيكيشن وكل حاجه بيعملها في نفس الايه، في نفس المكان، فده بيقلل الكريديبيليتي بتاعته. واحد اسباب في قوه اي بي دي انترناشونال هي انه احنا عندنا الكونسلتنت ملوش علاقه بالفيريفاير، ملوش علاقه بالايه، بالاي بي دي نفسه، فانت بتتعامل مع ثلاث جهات بحيث انه ما يبقاش لاي حد مصلحه عند التاني. في بعض البروجرام اوبريتورز بتعمل كل ده، يعني انت بتدفع الفلوس وبتدخل الاي بي دي بتاعك، بيطلع في الاخر ابروفد وفيريفاي، دي الى حد ما بتكون الكريديبيليتي بتاعتها مش عاليه. فاحنا عندنا في ويب سايت اسمه الايكو بلاتفورم، وده زي ما بيقولوا الامبريلا بتاعت كل البروجرام اوبريتورز اللي في مجال البناء المحترم، اللي هي الناس اللي عندها certain level of credibility، بعدد الاي بي ديز اللي اتنشرت فيها، عاملينها رانك اكتر من 1000 تقريبا، بعد كده اكتر من 500، اكتر من 100 وهكذا. ففي 3 أو 4 المشهورين على مستوى العالم، اكترهم طبعا اي بي دي انترناشونال اللي انا بشرف بان انا امثله، اللي انا اشرف بان انا مثلا مؤاخذه بس اشرب ميه. في بعض الحاجات التانية يعني انا ما بحبش اذكر اسماء، ولكن مش موجوده في الايكو بلاتفورم، فدي بتسهل الريكويرمنتس، فبتلاقيها مقبوله في بعض الدول اللي ما عندهاش
يعني مش established في موضوع الـ LCA والـ EBD خارج أوروبا عموما، يعني مثلا في مصر، في بعض الدول الخليج هي مقبول، رغم أنه هو في مجال أو عند الناس اللي شغالة في الـ LCA والـ EBD فهو مش مش متاح، أو يعني مش مقبول. يعني زي الأيزو، في شركات بتدي أيزو، بتيجي تديك الأيزو في ليلة، وفي شركات لا بتيجي تشتغل معاك بشكل مظبوط وتطلع عندك الايه ال تطلع لك الاي بي دي الشهاده بتاعه الايزو بتاعتك بشكل مظبوط. فانت هيظل دايما في حاجات قويه وحاجات مش قويه. اي بي دي انترناشونال، وده الاهم بالنسبه لي يعني انا شخصيا، ان هو يعني ايه الاقدم، وهو اللي عامل الفكره بتاعه الاي بي دي اصلا. لكن أنا شخصياً قعدت مع المخترع الفكرة بتاعت الـ EPDD، يعني هو ده يهمني، هو أكثر سيستم بينشر فيه، هو الجهات الدولية اللي نشر فيه الشركات، معظم الشركات الكبيرة نشر فيه، فيعني فبيفضل أنت تشتغل بالشكل ده. لو أنت بتتكلم على الـ Environmental Impact، إحنا بنعمل حاجة اسمها Benchmarking، يعني عندي منتج بتاعي ومنتج بتاع حد تاني عامل اي بي دي في اي بي دي انترناشونال، فنقدر نقارن نشوف الاميشنز بتاعتي اقل او اعلى. يعني هدي حضرتك مثال الانفيرومنت، بعمل ال سي اي الالومنيوم بروفايل، بيعمل منه الشبابيك والابواب والكلام، فعملنا ال سي اي لقينا الاميشنز بتاعته 18000 طن بير، 18000 طن لكل طن، 18000 طن سي او 2 لكل طن منتج. فطبعا بدأنا نعمل بنش ماركينج، لقينا بعض الاي بي ديز التانية الاميشنز بتاعتها اقل، في حاجات 11، في حاجات 12، في حاجات 20، في حاجات 8 9. فبدأنا نسأل المشكلة، بدأ يسأل طب ايه المشكلة، انا عندي ايه المشكلة عندي. بدأنا نقول له هو بيستخدم ما بيستخدمش ريسايكلد ماتيريالز، وبناء عليه الاميشنز بتاعته عالية جدا، لأن كل الماتيريال اللي دخل عنده رو ماتيريال. أجل الموضوع دوان سنة تانية لغاية ما بدأ يعتمد على الرو ماتيريال، نزل من 18000 ل 11000. أنا كده ساعدته إن هو يقلل الإميشنز بتاعته بالكمية الكبيرة الكبيرة، 7 طن لكل طن CO2. ده شكل الإيه الديسيشنز أو الإنفورميشن اللي إحنا بنقارن بيها، يعني الأفضل أو لا. نيجي لدي، دي التقسيمة اللي موجودة قدامي A1 لغاية دي كلها، أنا هيدخل إيه في الحسابات وإيه مش هيدخل. البي سي آر هو اللي بيحدد لي الكلام ده، هو اللي بيقول لي هيدخل إيه ومش هيدخل إيه. منتج يتم فصله في نهاية حياته لازم يدخل معايا C1 C2 C3 C4. طب هل المنتج ده بيستهلك كهرباء أثناء حياته، كمبيوتر مثلا أو تكييف، هيدخل معايا B1 to B7، يبقى دورة حياته كلها هتدخل، وبيتعمل له ريسايكل، يبقى يدخل معايا الايه معايا دي. فدي بتعتمد على المنتج نفسه. تمام. طبعا دكتور، يعني بس ملاحظة بسيطة، هي ما شاء الله انت تسهم في الموضوع، ولكن التفاصيل التقنية يعني شوي حتكون للغير مطلع عليها. هي صعبة طبعا شوية، لأن هي النقطة أنه ده بيبقى في نهاية الكورس. يعني أنا بس بحاول الصورة تبقى واضحة للناس لما تقدر، لكن طبعا بدون الكورس الكلام، يعني الـ LCA أنا قضيت فيها عمري، فصعبة تتقال في صح بتاعها. صحيح. طيب علشان يعني منعا لي أو خلينا نكون نتكلم بشكل دقيق، بإذن الله الكورس حيكون متوفر على منصة أكاديمية المستقبل عما قريب، حيتم تجهيزه مع البروفيسور في وقت محدد يعني لما يكون متفرغ إن شاء الله، وحنعلن عنه قريبا. الكورس حيكون جيد جدا لأي شخص حاب يبدأ في عمل جانبي أو باث كارير خاص فيه في التطور المهني. الأسعار إن شاء الله حيتم برضو طرحها على هذا الموضوع. الكورس يعني نوعا ما يحتاج مجهود كبير، فالسعر من الآن مش مقارب لأسعار الكورسات اللي أنا بحطها في
في المنصة، ولكن بإذن الله العائد حيكون أكيد مجزي في المدى القريب. أنا اشتغلت مع البروفيسور وعارف سوق العمل السعودي، وفعلا يعني أغلب الفريلانسرز اللي شغالين في هذا الموضوع هم من الهند، ففرصة كبيرة جدا. أنت ممكن تروح على تطبيق فايفر أو خمسات وتشوفوا الأسعار اللي بطلبوها، فبنفس الطريقة هذا فرصة عمل لكل الموجودين إن شاء الله، يعني قوية وعليها طلب شديد في السنوات القادمة. بشكر جميع اللي حضروا معنا، وبروفيسور وجه كلمة أخيرة للمشاركين والموجودين علشان إن شاء الله بإذن الله نسيبك ترتاح. الله يعطيك العافية، اليوم ما قصرت وجهد رائع جدا، واستمتعنا بكل الاستمتاع بهذه المحاضرة الشيقة. تفضل دكتور. يعني وأنا سريعا، هو الكورس زي ما قلت لحضرتك، الكورس بيتقسم لثلاث حاجات، هيبقى الاثنين على المنصة، وبعد كده هنشوف اللي هو الوان تو وان. أول حاجة هو بيبقى كورس مدته 8 مرات في 3 ساعات تقريبا، 3 ساعات 3 ساعات ونص، فبناخده تقريبا على مرتين في الأسبوع، بناخده تقريبا على شهر. شرط الكورس يعني لو أنت هتحضر الكورس لازم تذاكر وتشتغل، يعني يبقى عندك وقت لأن أنت تشتغل وتذاكر، لكن لو أنت هتحضر بس عشان تتعلم وحاجة هتنساها يعني ايه، I don't recommend. في الحقيقة الموضوع محتاج مجهود. الكورس اللي بعده اللي هو بقى استكمالا، يبقى الاول theoretical background، الايزو والتعريفات وازاي نطبق وازاي نجمع البيانات والديتا ايه اللي جوه البيانات اللي جوه الشركة اللي احنا بنجيبها وغيره وغيره، ده الجزء الاول. الجزء الثاني وده اللي هو certified من OpenLCE في بيجينر وانترميديت، دول هيبقوا برضو ورا بعض. اخر حاجه اللي هي الوان تو وان، بس دي هتيجي بعد ما حضراتكم ان شاء الله بقى ايه، يعني لو حد شغال في شركه وعاوز يبدا في الاي بي دي يبقى كويس، لو كونسلتنت وعاوز يبدا اي بي دي انا ازعم انه ان شاء الله بعد الكورس بعد الكورسين هيقدر يشتغل بشكل ان شاء الله كويس. يعني I wish يعني هأكد بس على المهندس أسامة، في زميل من أحد المكاتب السعودية قال لي إحنا مش عارفين نشتغل في السعودية من المنافسة في الهند، وأنا شايف إنه إحنا نقدر نشتغل في السعودية وننافس، بس بإن إحنا نقدر ننقل نقلة من إن إحنا نعتمد على الكورسات اللي هي سوري على السوفت وير المدفوع لسوفت وير فري. الحاجة التانية زي برضو المؤسسة ما قال، يعني حاجة الشغل ده ممكن تعمله إلى جانب شغلك، يعني يمكن وده الموديل اللي احنا شغالين عليه في الوقت الحالي، حد شغال في شغله وبيشتغل على نفس على الموضوع. أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى يعني أكون أضفت لحضراتكم وإضافة ولو بسيطة، يعني شكرا جدا. شكر لك يا دكتور، وشكرا لكل اللي شاركونا اليوم، يعني حلقة أو محاضرة ممتعة، وأتمنى إن شاء الله إذا في أي استفسارات أو أي أسئلة تتعلق في هذا الموضوع أنا راح أسيب لينك الجروب قناة أو على التليجرام للجميع إن شاء الله على الشات بوكس، اللي مش مضاف عنا بحيا الله أهلا وسهلا يتفضل معنا إن شاء الله، وأنا يعني حنجاوب على أي استفسار بتحتاجوه في المستقبل. شكرا، والمحاضرة حتكون مسجلة وحتنزل على المنصات يوم غد بإذن الله. مع السلامة، تصبح على خير. شكرا جزيلا، السلام عليكم. مع السلامة.